السلام عليكم. اليوم عندنا صور جديده لملعب تيزي وزو، ونشوف لا بيلوز الارضيه تاع الميدان تاع العشب الطبيعي تاع هذا الملعب، روعه، ارضيه عالميه ما شاء الله. والملعب يعني زاد فيه الارضيه هذه، زاد فيه النص، شيء رهيب، الله يبارك. نخليكم ما نطولش عليكم، نخليكم تشاهدوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.